من يريد تقسيم السعودية إلى 4 دويلات؟ بعدما فشلت واشنطن وتل أبيب في تمزيق تركيا من خلال محاولة الانقلاب الفاشلة، حولتا أنظارهما نحو السعودية وبدأتا تطبيق مخطط تمزيق أراضيها بعد الترويج لفكرة الإسلام المعتدل وتنفيذ الخريطة المكونة من 4 أجزاء التي رسمها نايكون رولف بيترز. وينص المخطط على أن مكة والمدينة ستداران من خلال كيان مثل الفاتيكان في أوروبا، وأما المنطقة الثانية التي ستكون عاصمتها الرياض فستكون عاصمة لمشروع الإسلام المعتدل، فيما ستخصص بقية أراضي المملكة لمشروع إسرائيل الكبرى، وأما القطيف والدمام فستشهدان تأسيس دولة شيعية. كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد وسرعت من وتيرة تنفيذ مخططات الشرق الأوسط الجديد بحجم أحداث 11 سبتمبر، وبدأت مؤخرا في الترويج لمشروع السعودية الممزقة التي يعتبر من أحد مراحل خريطة العالم الإسلامي الممزقة الذي أطلقته قبل نحو عقد من الزمن، إذ بدأ التنفيذ السريع والعاجل للمخطط بعدما فشل استفتاء شمال العراق الهادف لتقسيم أراضي تركيا، وينص على تقسيم السعودية إلى 4 مناطق، وبحسب الخريطة التي نشرها المقدم المتقاعد رالف بيترز أحد أهم أسماء حركة نيوكون في مجلة القوات المسلحة الأمريكية سنة 2006، فإن سلطة إدارة مكة والمدينة ستنتزع من الإدارة السعودية لتدار من جانب دولة شبيهة بدولة الفاتيكان. وأما المنطقة الثانية التي ستكون الرياض مركزها فستكون مركزا لمشروع جديد أطلق عليه هذه الأيام الإسلام المعتدل. وأما الجزء الآخر من أراضي المملكة فسيخصص لصالح مشروع إسرائيل الكبرى، فيما ستتحول المدن ذات الأغلبية الشيعية في الشرق مثل القطيف والدمام إلى منطقة شيعية، هذا في الوقت الذي ستكون فيه منطقة أخرى جزء من مشروع الأردن الكبير في شمال غربي أراضي المملكة حاليا. لقد نشرت مجلة القوات المسلحة الأمريكية مقالا بعنوان الحدود الدامية، أعده بيترز في معهد أنتربريز في واشنطن، إذ قال في المقال: يجب إعادة رسم حدود الشرق الأوسط لنشر الديمقراطية وتجفيف منابع الإرهاب. كما تضمن التقرير خريطة شملت حلم دولة الإرهاب المبنية من خلال الأكراد والأرمن، والمخطط تنفيذها على أراضي تركية، إذ خطط لتكون دولة كردستان المزعومة أكثر أجزاء المنطقة تغريبا. لكن عندما تبخر هذا الحلم بفشل لعبة الاستفتاء في شمال العراق، بدأت واشنطن تنفيذ سيناريو السعودية المقسمة الذي يعتبر المرحلة الكبرى الثانية من المخطط نفسه. لقد أجبرت الولايات المتحدة على التدخل العاجل في السعودية بسبب تأثير الأخيرة في العالم الإسلامي بشكل كبير، بسبب سيطرتها على مكة والمدينة وصعوبة بسط نفوذها على المملكة الغنية بالنفط لكون العائلة المالكة تتكون من قبائل مختلفة. وبحسب مخططات البنتاغون وجهاز السي اي اي، فإن حكم مكة والمدينة سينتزع من السعودية لتدار المدينتان المقدستان من قبل مجلس يضم جميع التيارات الإسلامية المختلفة في المنطقة، إذ يخططون لتأسيس دولة تشبه دولة الفاتيكان، آملين في ألا تزعج هذه الدولة الدول الغربية. كما ينص المخطط الأمريكي على تعيين خليفة علماني على رأس منطقة الحكم الخاصة في مكة والمدينة، وتهدف واشنطن السيطرة على العالم الإسلامي بشكل أكثر سهولة من خلال هذا المخطط، ولن تضم البلدة المقدسة التي سيكون الحجاز مركزا لها سوى المنطقة الواقعة بين مكة والمدينة، وسيكون على رأسها خليفة صوري. ثمة مزاعم مفادها أن هناك مخططا يستغرق 10 سنوات لإعادة تشكيل خريطة جديدة لمحاصرة الإمارات والسعودية واليمن والبحرين وقطر والكويت والأردن. كما تشير تقارير إلى أن عقب تنفيذ كل هذه المخططات ستتغير طريقة حكم السعودية المستمرة منذ 50 عاما بين أبناء الملك عبد العزيز مؤسس المملكة، الذي ستواجه خطر التمزق بسبب المشاكل التي تشهدها اليمن. ويقول الخبراء إنه إلى جانب انفصال المناطق الشيعية فإن الدولة ستنقسم بين الأمراء
وتقطن الأغلبية الشيعية في المملكة في مدن القطيف والإحساء والدمام والظهران والخبر وجبيل، إذ ستشهد تلك المدينة تحركات شعبية بسبب صراعات ستحدث مع اليمن والبحرين ولبنان والموقف السياسي داخل المملكة. كما يشار إلى أنه بالتزامن مع تنفيذ واشنطن مخططاتها، فإن ثورات محتملة في هذه المدن ربما تكون سببا في حدوث مزيد من التمزق في المملكة.